فيديو جديد ورسمة جديدة. وفيديو النهاردة هيكون رسمة بسيطة جدا وجميلة قوي، هنرسم رسمة عن يوم العلم السعودي، في نفس الوقت تنفع تكون رسمة لليوم الوطني السعودي وتنفع تكون رسمة ليوم التأسيس. اغلب الرسومات اللي بتكون لأي دولة فهي بتكون مناسبة لكل المناسبات بتاعتها لأنها بتكون عن الدولة. فزي ما انت شايفين، طبعا انا قلت الاغلب لان طبعا في اعمالنا قبل كده عن رسومات يوم التأسيس رسمنا شعار يوم التأسيس، فانت اكيد او انت اكيد مش هترسموا شعار التأسيس او شعار يوم التأسيس في مثلا مناسبة زي اليوم الوطني او مناسبة زي يوم العلم. فعشان كده شوفوا الرسومات المناسبة وهتلاقوا في حاجات كتير جدا جدا مناسبة. فالنهاردة انا منزل الرسمة دي عشان يوم العلم، طبعا ما قدرتش انزلها لكم قبل ما يوم العلم يبدأ، طبعا يوم العلم كان يوم السبت، ولكن حاولت ان انا انزلها لكم. طبعا كنا رسمين رسومات كتير جدا قبل كده تقدروا تشوفوها على القناة، لو كتبتوا رسم السعودية او رسم يوم العلم السعودي درغام ارت هيطلع لكم على طول الفيديوهات اللي احنا عملناها. زي ما انتم شايفين كل اللي هنحتاجه في رسمة النهاردة عبارة عن قلم اتش بي او قلم رصاص عادي جدا خفيف، وهنخفف ايدينا واحنا بنرسم، محدش يتقل ايده عشان لما نتقل ايدينا هيبقى صعب ان احنا نعمل تعديلات. فزي ما انتم شايفين بنخفف ايدينا وبنعمل شكل علم بيرفرف، نعمل الخطوات دي زي ما انتم شايفين. العلم بيكون عبارة عن مستطيل، ولكن مستطيل فوقيه مستطيل تاني فوقيه مستطيل، او اللي في النص بيبقى هو اكبر واحد فيهم، واللي جنبه على اليمين هيبقى اصغر منه وهيكون نفس المقاس بتاع المستطيل على الشمال. فاحنا عندنا 3 مستطيلات عشان نعمل شكل الرفرفة، المستطيل اللي في النص بيكون هو الاعلى فيهم زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بنعمل الشكل كده بالطريقة دي كده شكل الرفرفة. خلي بالكم من كل تفصيلة، طبعا بنطول شوية العصاية بتاعت العلم او الساري بتاع العلم زي ما انتم شايفين. طبعا اللي عنده اي سؤال عن رسمة النهاردة يقدر يكتب لي في الكومنت، هرد على كل الكومنتات في اسرع وقت. اكتبوا الكومنت بتاعكم واسألوا براحتكم، هتلاقوني رديت على طول. فاي حد عنده سؤال او اي استفسار عن رسمة فيكتب لي على طول في الكومنتات. وطبعا اللي هيرسم رسمة النهاردة لازم يبعت لي الرسمة على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. لازم تكونوا متابعيني هناك، بنزل حاجات مهمة وبنزل ريلز وحاجات قوية جدا جدا. الحسابات بنفس اسم القناة بالانجليزي، درغام ارت بالانجليزي، ونفس شعار القناة، فتقدروا تتابعوني هناك. وطبعا رمضان داخل كل سنة وانتوا طيبين، وهنبدأ بقى ننزل حاجات عشان رمضان. وطبعا زي ما انتوا عارفين الانترو بتاع رمضان هنجيبه تاني، والاوترو برضو هيكون بتاع رمضان، وهنبدأ نعمل على قناة الشورتس اللي انا كنت سبت لكم الرابط بتاعها في المنتدى. فاللي مش متابعني على المنتدى بيفوتوا حاجات كتير جدا، لازم تبقى متابعني ومشترك في القناة ومفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات اول باول. نزلنا الرابط بتاع قناة شورتس في المنتدى، بننزل هناك تحديات وبننزل رسومات قوية جدا، فتقدروا تخشوا تشوفوا. ان شاء الله هننزل تحديات حلوة جدا جدا في رمضان، فلازم الحاجات دي ما تفوتكوش ابدا. زي ما انتم شايفين طبعا كتبنا لا اله الا الله محمد رسول الله، ورسمنا تحتيها السيف بتاع علم السعودية. طبعا كل ده تخطيط خفيف، ما بنتقلش ايدينا الا لما نتأكد 100% ان احنا خلاص مش هنعمل اي تعديل تاني، لكن لو شاكين ان احنا نعمل اي تعديل فخلينا نخطط تخطيط خفيف لحد ما نتأكد. نفس الكلام التلوين، فهو التلوين والتخطيط التقيل الاتنين دول ما يتعملوش الا لما نكون متأكدين 100% ان احنا مش هنعمل اي تعديل. دخلنا في مرحلة التلوين وجبت اللون الاخضر من الالوان الفلوماستر، تقدروا تستخدموا اي نوع الوان فلوماستر او خشب او اكريليك جواش اقلام ماركر، اي نوع الوان تحبوه. انا بستخدم الالوان الفلوماستر الا لو هعمل رسمة واقعية، فلو رسمة واقعية انا هستخدم الالوان الخشب، مادام مش برسم رسمة واقعية فبستخدم عادي جدا الالوان الفلوماستر. طبعا زي ما قلتلكوا تقدروا تستخدموا اي نوع الوان انتوا تحبوه، اهم حاجة في اي لون اهم حاجة فيه ان احنا نحاول على قد ما نقدر نلون في اتجاه واحد. اي نوع الوان هتستخدموه نحاول نلون في اتجاه واحد فيه، لان اللون لو ما تلونش في اتجاه واحد فهو هيدي منظر مزعج للعين، مش هتبقى الرسمة مريحة للعين.
فلازم نلون في اتجاه واحد. بالنسبة اللي هيرسم اللي هيلون بألوان خشب، فالألوان خشب من أهم الحاجات فيها ان احنا نبري القلم كويس جدا، لان القلم لو مش مبري فاللون هيطلع باهت وهيطلع شكله مش حلو خالص، لكن لو اللون مبري فهتلاقوا اللون واضح وقوي في الرسمة. اللي هيلون بألوان في الماستر فعلى قد ما نقدر نحاول ما نلونش على منطقة واحدة اكتر من مرتين، لان كل ما بنلون على منطقة اكتر من مرتين فهتلاقي اللون بيغمق اكتر واكتر، وهيبقى الرسمة مش متناسقة، فيها حتت غامقة وحتت فاتحة. طبعا بنلون هو العالم كله باللون الاخضر، ما عدا طبعا الكلام اللي احنا كتبناه او خططناه بالتخطيط الخفيف ده، دي الحاجة الوحيدة اللي احنا مش بنلونها باللون الاخضر، بنسيبها باللون الابيض زي ما هي لون الورقة. طبعا اللي بيلون طيب على ورق اصفر او ورق رمادي او حاجة غير الابيض، فتقدر تجيب اللون الخشب الابيض او تجيب اي حاجة تدي اللون الابيض، مثلا المزيل الحبر مثلا بتاع القلم الدوكو ده اللي بتباع، تقدروا تجيبوه وتلونوا بيه برضو او تكتبوا بيه لا اله الا الله محمد رسول الله بعد ما تلونوا باللون الاخضر. فالمهم ان احنا نعمل الكتابة باللون الابيض زي ما انتم شايفين اهو. طبعا عملنا رسومات كتير زي ما قلت لكم قبل كده عن السعوديه وعن المناسبات بتاعه السعوديه كلها، بحاول اعمل لكم كذا رسمه عن كل المواضيع. فاشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات اول باول. فاضل تقريبا 100 مشترك خلاص ونوصل 13000 مشترك، فاشترك في القناه دلوقتي حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل لك الاشعارات اول باول. داخلين على رمضان وداخلين على فيديوهات قوية، وانا احاول انزل لكم كذا فيديو يكون ممتع وشكله جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده احنا لونا الساري بالاصفر وخططنا الرسمة تخطيط تقيل بعد ما خلصنا تلوين، وكده رسمة النهاردة خلصت. ما تنسوش اللايك، حاجة بسيطة لكن بتفرق، وشيروا الفيديو في كل مكان، ودي كانت رسمة النهاردة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واللي يرسم الرسمة يبعت لي حساب على انستجرام او على الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.